عصر مالك بتتمتع بوجع الروح يا جراح القلوب حالك يقول إنك كمان الناس في الوزارة بعد أحداث يناير. في مجموعة دخلت وما كملتش شهور بسيطة وخرجت في التعديل الوزاري الجديد. عايزهم برضه. حاضر يا فندم. الرسامين وصلوا؟ وصلوا من بدري ساعة. ونسبة الأمان؟ 100%. متأكدة؟ 99.3%. سوري يا فندم أنا آسفة. ما هو 10 ده لو اداكوا في 60 ده هيخلي الوزارة مرشقة جواسيس في كل حتة. إيه الأخبار يا خالد؟ كله تمام يا فندم. مش عشم والله يا فندم، بس أصل الثلاث رسامين دولك بالذات بيتعاملوا معانا في الوزارة من 7 سنين، واشتغلوا معانا في مأموريات حساسة. لو مرشح أبوكي في مأمورية زي دي، لازم تسيبي مساحة للشك والاحتياط. لا أبويا إيه؟ ده لو أبويا بالتحديد اللي بيترشح في مأمورية زي دي، أنا بنفسي اللي هبلغ عنه. عملت إيه يا خالد؟ العناوين وأماكن التواجد والتليفونات الخاصة جاهزة، وتقريباً قدامنا نص ساعة وبقى معانا الصحف الجنائية. طب إحنا كده تمام ولا في حاجة ناقصة؟ لا كده تمام يا فندم، بس إحنا محتاجين نفهم إيه الموضوع. الموضوع هو الحقيقه انا استنتجت حاجه كده بس مش عارفه مدى صحتها. طب سمعيني يا نوبك ثواب.
يعني نضيف؟ مش عايز كلام اهبل بقى. يعني ايه نضيف؟ نضيف يعني نضيف. كلمة بتعبر عن نفسها، يعني لا عنده سوابق مشبوهة ولا مواقف شاذة ولا بيجري ولا مناصب ولا بتاع ستات زي ناس. احنا نهبل بقى، ندخل الامور في بعض. طيب يا نورسة، بصي، اول حاجة مفيش انسان بيتولد مفيهوش نقطة سودة حطها في دماغك دي، وبالذات بقى رجال الداخلية الابطال دول مصروف لهم بزيادة نقطتين تلاتة. بس انت تركزي، هو ده اللي ظهر لي يا ادم. ما علشان ده اللي انا بقوله، تركزي يعني ما تبقيش سارحه في الملكوت، ها، وندخل الشغل في البتاع وشويه غيره تفهين يا معنينا، ما نستفهمش بقى من سلوى عن كل معلومه تخص زفت شريف ده. ده اللي انا بقوله. ادم ركز انت معايا، الراجل ده هو اللي مضلمها ومقفلها على نفسه من كل ناحيه. الملف بتاعه سري جدا، مش اي حد يقدر يفتحه. نقل مكتبه امن الدوله عشان يبعد عن عيون الوزاره. حتى سلوى دي بتسمع عنه، انما ما شفتوش لحد دلوقتي. يلا اجتماع دلوقتي. ايوه دلوقتي، مفيش وقت، احنا هنضيع وقت في ايه. بصي، رسامين يجي لهم استدعى رسمي لمكتب شريف سرايا بعد ظهور التفاحة الرابع مرة في عملية منصور شبانة. ده يعني ايه؟ يعني هيجمعوا العمليات اللي ظهرت فيها التفاحة وهياخدوا أوصافنا من بق الخرفان اللي اتنصب عليهم. مستحيل، لأن العمليات اللي ممكن تكون وصلت للداخلية كلها بلاوي زرقة، يعني فضايح جنسية وأدوية مضروبة وأثار. مين فيهم هيبقى عايز يفضح نفسه ويقر بأوصاف اللي عمل الحاجات دي كلها؟ ما تردي، ناس رافضة تقدم بلاغات ولا عايزين يعترفوا باللي حصل. إيه اللي هيجبرهم يتكلموا ويدوك أوصاف اللي نصب عليهم؟ هو الحقيقة أنا استنتاجي جه لحد كده ووقف. ممكن خالد بيه يقترح الباقي، أو على الأقل يبقى شارك بحاجة. هو بصراحة كتر خيرها، صحيح تخمينها ما حلش العقدة، لكن نص العمى ولا العمى كله. يا فندم اللي قالته ده استنتاج بديهي وساذج، دي اول حاجه جت في دماغي يا فندم، بدليل ان حضرتك طلبت الرسامين وبيانات الضحايا، يعني اكيد يا فندم. طيب طيب طيب، ما تزعلش يا سيدي، تعال ناخدها مع بعض واحده واحده ونشوف ايه النتيجه. يعني مثلا لو فرضنا ان شريف سرايا ساوم الاخوان بواحده من البلاوي اللي الداخليه بتبقى محوشاها لاجل غير مسمى، واتفق معاهم انه ينسف البلوى دي تماما في مقابل انه ياخد منهم الاوصاف التفصيليه للي فضحه منصور شبانه. منصور شبانه اصلا اختفى وعمره ما هيظهر تاني لاي مخلوق. ومحدش شافك من شله الاخوان دي كلها الا رفعت السملاوي وعبد الله خليل، والاثنين شاف وش السمسار مش وشك انت. يبقى في الحاله دي هنحتاج مصدر تاني غير الاخوان يدينا الاوصاف اللي عنده علشان نطبق الاثنين ونتاكد ان الهدف واحد. مصدر تاني زي مين بقى؟ زي نجوى ثابت مثلا. مفيش حاجه على نجوى تجبرها على الكلام او تسمح حتى بالتفاوض. بعدين الداخليه ما عندهاش اي حاجه تخليها تقول لي نجوى ثابت شافت حد مننا او حد لوى دراعها في اي حوار. بس نجوى ثابت ليها عيون في الداخليه، لو سمعت ان شريف سرايا بيجمع اوصافنا ممكن جدا هي تتبرع من نفسها وتساعد بشكل ودي علشان تخلص من الهم اللي على دماغها، وخصوصا وان توفيق بيوزعها من بدري انها تبلغ وهي بتقدم رجله متاخر. لا 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 لا، ده المشكله مش في زن توفيق. امال ازمه نجوى الحقيقه دلوقتي مع الاخوان، مش هي اللي سلمت دقن الشيخ منصور للمزه السوريه؟ اكيد رفعت السملاوي سن سكنته وهددها بالذبح، يدل علينا يا يعتبرها شريكة في اللي حصل. رفعت السملاوي؟ وايه علاقة رفعت السملاوي بنجوى ثابت في حوار زي ده؟ هو اللي خلى رفعت تروح بنفسه للقناة ليلة الفضيحة. ايه؟ زعلان ان القناة زعلت الفيديو على الهواء؟ لا طبعا، ده لو لف على كل القنوات اللي بتقطع في الاخوان يبقى هيبات كل يوم في مدينة الإنتاج. وايه اللي خلى نجوى ثابت تعرض على الوزارة حملة إعلامية تحسين صورة الداخلية من جبهة في إعلام؟ ده عرض غريب فعلا، خصوصا ان نجوى ثابت مستسلمة نفسها على الضرب في الداخلية لعشر سنين قدام. لا والأغرب من كده توقيت العرض بعد فتحة المؤتمر ب 48 ساعة، والفضيحة دي هي الخيط الوحيد اللي ربط رفعت ونجوى.
وتوفيق فوق واحده واحده. اه عشان كده حضرتك يومها طلبت مني ارجع من على باب القناه. اول ما عرفت ان رفعت جوه ظهر لي الخيط ده، ولو كنت دخلت كنت هتقطعه. ويودينا لفين الخيط ده يا ريس؟ لمكان الفضيحه، تشكيل كبس على عادل ياسين والشيخ وجدي في بيت توفيق علام ليله عيد ميلاد مراته سالي شاهين. سالي شاهين الممثله؟ عشان كده مستحيل توفيق او نجوى او سالي يقروا، لان هم عارفين الفيديو مع ادم وروحهم متعلقه في ايديه. تمام، ولسه كمان واخدين القلم بتاع الشيخ منصور، يعني عارفين كويس قوي احنا بنبيع بضاعتنا فين وازاي. بس لو شريف سرايا بالمواصفات اللي بتقول عليها سلوى هيخليهم يتكلموا. بالدراع؟ لا ليه لا؟ تشكيل زي ده ممكن يستخدم العنف ويصفيهم قبل ما نلاقي طريقه نجبرهم بيها الاعتراف، خصوصا لو حسوا انهم فعلا في خطر وممكن نوصل لاوصافهم. بصوا على كل العمليات اللي اتنفذت مش هتلاقوا فيها نقطه دم واحده. انا سبب وقلت قبل كده ان دوافع الجريمه عند النموذج ده دوافع نفسيه مش دمويه. لو كان عايز يلجا للعنف كان عامل ده من زمان. وايه اللي مأكد لك انه مش هيضغط على نجوى بالتهديد او العنف علشان تتكلم؟ الكلمتين اللي قالتهم لك سلوى عنه بيفهموكي طبعه. راجل زي ده طول عمره بيتخانق مع القيادات بتاعته، طول عمره بيشاغب، مش عاجبه السياسه بتاعت الداخليه في العنف وتأجيل البلطجيه وبتاع ودورات امنيه في امريكا واوروبا. ده مستحيل هيلجأ للدراع. ده هيقعد زي الباشا رجل على رجل واللي هو عاوزه يجيله لحد عنده وهو بيدخن سيجاره. ازاي يا ريس؟ باشاعه صغيره اننا نفس الفيروس اللي حقنه بيه الداخليه. خلايا الاخوان؟ ما دام مش قادرين نكشفهم نستخدمهم في مصلحه مفيده واعملوا بلقمه عيشهم. انا فهمت يا ريس. مش لوحدك. انا كمان قريتها يا فندم. حضرتك عايزنا نسرب اشاعه من هنا لوزاره الداخليه ان احنا قبضنا على جزء كبير من التشكيل العصابي. التشكيل اللي عمل فضيحه المؤتمر وذاع فيديو المنصور. صحيح احنا ما وصلناش للراس الكبيره، لكن وصلنا للفضايح اللي ماسكها على بعض الشخصيات العامه زي توفيق علام ونجوى ثابت وخصوصا الفيديو بتاع عادل ياسين. في الحاله دي مش بس نجوى وتوفيق اللي هيتهزوا ويبقوا جاهزين للضغط وللتفاوض، لا كل زباين الغابره اعصابهم هتفك لو جبل تلج مدكن على بلوته هيسيح بكلمه من شريف صراحه. مجد اسيب وانا اسيب. ادونا اوصاف الناس اللي نصبوا عليكم، نستر الفضائح اللي في ايدنا ونبقى اصحاب. دي تبقى مصيبه يا ادم، لو شريف سرايا عمل كده فعلا ممكن يلاقي خمس مصادر يوصفوك. يا اينو ازاي بس؟ اذا كان الخواجه اصلا ما ظهرش بوشه قدام اي حد فيهم. طب ما انا عارفه كده وفاهمه ده كويس يا خفيف. انا بتكلم ان اي برنامج جرافيك ممكن يطبق ما بين الوشوش المزوره ويلاقي اي حاجه مشتركه بينهم يوصل للاصل في الاخر. لازم حل سريع يا خواجه، ما ينفعش كده. لو شريف سرايا عمل كده فعلا يبقى لازم نلحقه ونكسر دماغه قبل ما يوصل هو لمصادره. نكسر دماغه؟ اه. ايه يا عم الشراسه اللي انت بقيت فيها دي؟ ما تسيبيه يا سيبيه، تعبك في ايه؟ لان الراجل مكلف نفسه ومتشحطط من بيتهم، والداخليه بقى متشحبطه في رجل بنطلونه عشان يبيض وشها شويه، وفرشين له اجدع مكتب في امن الدوله. كل ده ليه؟ علشان العبد لله. مش عايزاه بعد ده كله يحلل لقمته ويعمل شويه شغل ويظهر له اي كرامه. نحر نقط من البرود ده. لما تكبري يا شاطره هتعرفي انا بقول كده ليه. يا ساده احنا مش عاملين الاجتماع ده لتسكين الوجع اللي فينا او لتهدئه الاجواء الملتهبه في قطاعات الوزاره، لا بالعكس، احنا هنا عشان نثبت لظباطنا الصغير قبل الكبير ان صوته واصل لكل قيادات الداخليه، واي تجاوز من اي جهه اعلاميه ايا كانت في حق ضابط او امين او فرد مش هنسكت وهناخد حقنا بالقانون. سادة احنا مش بلطجيه ولا افتوات شوارع، احنا بنحافظ على امن بلد، وايا من كان بيحاول يرسم صوره ويصدرها لحقول الناس غير كده احنا عارفينه كويس قوي مش هنسيبه. يا باشا المشكله مش في الاعلام ولا الصحافه، المشكله فينا احنا. لو الاعلام والصحافه الماجوره بيصوروا الداخليه على ان احنا عندنا فساد وان احنا مجرمين يبقى احنا اللي اديناهم الفرصه دي. الكلام ده سليم يا ريس، لو كنا بنتعامل بجديه مع الانفلات الامني والحوادث الغريبة اللي بتحصل في البلد محدش فيهم هيقدر يفتح بقه. حتى لو حاولوا يشوهوا صورتنا، الناس لما تحس بمجهودنا في توفير الأمن هي اللي هتدافع عننا. عشان كده
أنا طلبت الرائد خالد زهراني النهاردة يجي يوضح النقطة دي بالتحديد. اتفضل خالد بيه. شكرا يا فندم. أنا بس كنت عايز أقول حاجة، إن السرية المفروضة علينا بسبب طبيعة شغلنا دي بتدي فرصة للإعلام إنه يزيد من نغمة التقصير، وطبعا إحنا مش هنقدر نرد عليهم بسبب مسؤوليات. يعني أنا مثلا أحد المكلفين بالقبض على أكبر تشكيل عصابي في البلد، ده التشكيل المنسوب لي قضية اللواء عادل ياسين وفضيحة الشيخ منصور شبانة، والحمد لله وبفضل الله وصلنا لجزء مهم من التشكيل العصابي ده، ومعاهم قدرنا نوصل لمعلومات عن أسماء خطيرة في البلد. تفتكروا بقى نقدر نبلغ الإعلام بالمعلومات دي؟ مش ممكن طبعا، لأن بكده هنقطع الخيط اللي احنا مسكناه، وهندي فرصة للتشكيل العصابي إنه يغير من خطته ويفلت من إيدينا. اه إيه نوع التهريج ده؟ مين طلع من حسن عبد الهادي يجي الحلقة دي؟ أستاذ إبراهيم يا فندم. لا أنا آسفة، تقولي الأستاذ إبراهيم، أنا والراجل ده ما نتحطش في كادر واحد، ده راجل قليل أدب وعلى طول بيتخانق ويقوم سايب الحلقة وماشي. هيحصل يا فندم. وريني يا لؤي. اتفضل يا أستاذ. راجع تاني، في حاجات مش مظبوطة هنا. اوكي يا استاذ حاضر. يا جماعة انا معايا نص السكريبت، وقتنا ضيق جدا. تلاقيش يا استاذة لسه بدري. ما انا لازم اراجع شغلي قبل الهوا، ولا كلكم هتلاقوني كلمة كلمة. استاذة. نعم. ممكن كلمة بعد اذن حضرتك؟ تكلمي وانا ماسكة بقك. في تليفون من الداخلية عايز حضرتك ضروري. تمام، وريني الفيديو ده. ايوه. خلصيه بسرعة، عايز اعرضه قبل التقرير. ماشي؟ حاضر. يا استاذه ده معايا على الخط وعايز حضرتك في موضوع مهم جدا ما يستحملش تاخير. انا فاضي للتخليه دلوقتي. معلش يا استاذ. راجعه، خليكي هنا راجع معايا. الو. ايوه. اهلا اهلا، ازاي سعادتك؟ معلش ملخومه في تجهيز الحلقه وناسيه التليفون في مكتبي. سالي. طبعا طبعا، دي حبيبتي طبعا. رحت خير؟ في حاجة؟ كارثة ايه؟ كارثة منيلة بستين نيلة يا دكتور. قلت لسعادتك اللي اسمه شريف سرايا ده مش هيهدى ولا يقعد على مكتبه قبل ما يعرف مين اللي ورا العصابة ديت ويوصل له، وهو حصل وعملها. بتنشف كده يا عبد الله وبلاش المياعة دي. انت ناسي احنا مين ولا ايه؟ لا مش ناسي فضلتك. طيب امال في ايه بقى؟ يكشي يلم العصابة كلها ويسمع منهم ما في الخمر. لو هو ذكر يقف كده ويفرد صدره وينطق بكلمة واحدة بس. ما هو مش هينطق فضلتك، لكن هيفتح ملفات جديدة يحطها جنب القديمة جوه الصندوق. هو انت مصدق وهم الصندوق اللي بيضحكوا علينا بيه؟ يا ابني ما عندهمش حاجة، دي خدعة احنا اللي كنا بنعملها في اعدائنا علشان نثبتهم ونكف اذاهم، نقوم احنا اللي نقع فيها. ده توفيق على الله. النبي ما ترد يا دكتور، الراجل ده بالذات هيبقى تليفونه متراقب بالذات بعد المصيبة اللي هو عملها. ما بيردش. مش هيرد، عمره ما هيرد. الناس دي تبيع عيالها لو حست بخطر. يا ندوة احنا مش عملنا الشهودة كله عشان نسكت الداخلية على الفيديو اللي معاها؟ طلع مش معاها، والشيف سرايا وصلوا امبارح. الداخلية بقى ادته صلاحيات يعمل اللي هو عايزه. يعني ايه؟ بقينا بطولنا كده؟ انا وانت وسامي اللي هنشيل الليلة من الآخر وندفع الفاتورة من جيوبنا؟ لا لا، ده انا هدي المعبد على دماغ الكل واخلي فضحتنا قدام مصر كلها. احنا جاهزين يا أستاذ، مش هشتغل. خليهم يحطوا اعتذار على الشاشة، نجوى ثابت مش هتشوف الكاميرا تاني خلاص. اتفضلي يا أستاذ. رماني في الشارع ياخدي انا ولاية، اروح فين يا رب واجيبني؟ بالنشبه يا اختي بالنشبه. بس يا حبيبتي ما تعمليش في نفسك. يا ابني يا ابني انت مش شايفنا بنراجع. لا لا ثانيه واحده، تليفون مهم. الو يا طافية. يا رب يا استاذ. حياتي ثانيه واحده، معايا تليفون. هيا يا طافية. مالك يا حياتي؟ صوتك في ايميل يا استاذ. ديالوج يا استاذ. ثواني ثواني يا ابني استنى. لا اهدى كده وفهمني، انا مش فاهم. ديالوج يا استاذ. ثانيه واحده، معايا زفت. ما تستنى يا اخي. يعني ايه؟ يعني ايه الدخلية ما كانش معاها الفيديو اصلا وما كانتش لاقياه ولقيته دلوقتي؟ يا استاذ الديالوج يا استاذ. يا ابني ثانيه واحده، اللي انت بتقوله دي مصيبه يا توفيق. يا نهار اسود ومنيل. يا استاذ الديالوج. مش هصور مش هصور، روحوا لي الاستاذ فركش. مش هصور على بضيعه يا مولانا، اللي بنيته كله هيروح في غمضه عين. وانت عرفت منين ان العيال اللي اتقبض عليهم دول ليهم صله بالناس اللي نصبوا عليك؟ العميد خيري شراء ده كلمني بنفسه وأكد لي إن موضوع الآثار ده
وجع في يد اللي اسمه شريف ده. شريف سرايا. شريف سرايا. طب ما عرفتش قبضوا على مين؟ على الصعيدي اللي جالك الفيلا ولا على الراجل بتاع الاثار؟ عارف منين يا مولانا؟ نعرف منين؟ رجالتنا في الوزاره كلهم بيقولوا ان شريف الزفت ده مقفل على كل حاجه، مقفل على شغله كله، محدش عارف عنه اي حاجه. بعمل لي فيها المساعد يا مولانا. طيب اهدى اهدى يا فريد بيه، واشرب اليانسون واستعين بالمولى عز وجل. اهدى ازاي بس يا مولانا؟ اهدى ازاي؟ ده بيقولوا معلومات مؤكدة إن اللي اسمه شريف ده راجع أمن الدولة عشان يصفي حسابات، مش يدور على شوية عيال نصابين. أنت ما عارفش إن ولده مات في 28؟ عارف. طب لما أنت عارف يا مولانا، يبقى واحد زي ده هيرجع أمن الدولة وما هيصدق، هيمص دم كل واحد ظهر في ميدان التحرير ولا شال يافطة، وهيبقى يوم المنى، هيبقى يوم المنى بالنسبة له لو عرف عننا أي حاجة. بيتهيألك. بيتهيألي إزاي بس يا مولانا؟ يعني سامحني في اللي هقوله لك ده، ما تزعلش مني، بس معلوماتك فالصو وكلها اوهام. معلومات انا فالصو يا مولانا؟ الخضه اللي حصلت دي كلها طلعت على فشوش. احنا عملنا اتصالاتنا وعرفنا الحكايه كلها جت ازاي وراحت فين. وشريف سرايا بقى اللي انت مرعوب منه ده راجل زي الفل، تقي وملتزم، ومننا مش غريب. بجد يا مولانا؟ مننا بجد؟ هو الكلام ده فيه هزار برضه يا راجل يا طيب؟ وحيد بيجي ابولي على التليفون، قعدنا نرغي مع بعض يجي نص ساعة. بس ايه؟ حتة سكرة وبيخاف علينا مش بيمص دمنا، وجاي لي بكرة الصبح المكتب نشرب مع بعض القهوة. والله أنت يا راجل سكر يا مولانا. يكفيك شر المرض، إلهي يرزقك ما يحوجك لمخلوق إن كان. آمين يا رب. يا باشا تلات أيام ما دقتش طعم الزيت، أنا وعيالي، عندي خمس بنات دايرة بيهم في الشوارع وعلى الجمعيات الخيرية. أمي يا باشا، أمي اتكفت على الشهر الأسبوع اللي فات في شارع الكيش، رجلها التانية اتحتش منها. جريت بقى على معهد ناصر، قالوا لي ما عندهاش تأمين. معلش، ربنا يشفيها. يا باشا دي مكسحة وأنا اللي بشيلها. ما خلاص بقى كفاية. دقيقة. خد اتفضل. يا قلبك الحنان، ربنا يخليك يا رب، يا رب ما يحرمك ابدا، يرزقك بقى بعدين. اجل يا كريم الحنانين اللي ذاك، خلاص خلصوا من الدنيا. لا فاكيكا المصحة قوي اسم الله، صدق انبهرت؟ طب والمصحف انبهرت وجال زهول، مش مصدقة نفسي. خرب بيت مخك، ده انت بلوة مسياحة. بقى الهانم السمباتيك بتاعت الكمبيوتر والتكنولوجيا، تعمل شحاتة بلدي وتسرح في الاشارات. صحيح. بس انا فاهم الشغل ما فيهوش بلدي وسمباتيك، الشغل شغل. وهي كانت بتعمل الشغل ده قبل كده؟ ولا انت يعني بلماضه اهلك فاكره احنا كنا بنمشي الشغل ازاي قبل سعادتك ما تشرفينا؟ ده كان قبل يا خواكه، ما هي القشره بتقوم بالغرض لحد ما الدهب الاصلي يجي، لكن مش الفالسو يشتغل غيار 24 يقعد في البيت. فشر، ده انا اللي اقعد في البيت. ده باماره ايه بقى ان شاء الله؟ طب ما انت رامين اهو في البيت زي البت البايره اللي اهلها عدوها حته من العفش وركنوها للزمن. بس يخلف عقلك يا خواجة. انا ما بهزرش، انا عايزه اعمل بلقمتي، والنمره اللي فاتت دي بتاعتي، وانا عارفه انها طمعت فيها عشان عايزه تفرسني وتحسسني ان انا جايه هنا بس لشغل البيت. بلاش عوض يا بت انت، شغل البيت ده ايه؟ انت فوق راسنا كلنا، وانا شايلك للتقيله. طب قولوا ربنا يا دودو يا عبيطه، حاولي تقريني. المشاوير والحوارات دي كلها زي ايه؟ زي البهارات للطبخه الكبيره. على ما الطبخه تتسبك كويس، الوش اللي زي القمر ده ما ينفعش انه يتحرق قدام اي حد، وبالذات بالذات شريف سرايا. فاهمة؟ سجايري فين؟ أنا كل شوية أحطها في حتة. أنا
ده آخر كلام؟ آخر كلام يا فندم ومضمون إن شاء الله. ورأي الفنانين بتوعنا؟ ده فعلاً أقرب تخيل الحقيقة سعادتك. بعد الدمج اللي تم ما أظنش إن هيطلع أحسن من كده خالص. طب اتفضلوا حضراتكم دلوقتي وانتظروني شوية لو سمحتوا. تعمل سعادتك. إنجي ميرسي قوي إن أنا تعبتك معايا في الشغل. لا يا خالد مفيش حاجة. لا بجد شكراً. لا مفيش حاجة بالعكس، أنا استمتعت جداً بالمغامرة الجميلة دي. بعد إذنكم. اتفضل. على فكرة بقى أكتر صورة تعبتني فيهم هي صورة إنجي دي. واضح انها كانت مستمتعه زياده بالمغامره ومش مركزه معانا في الشغل. ايوه بس النتيجه حلوه. يعني ننشر يا فندم؟ ننشر ايه؟ ننشر الصور ونرسل مكافئات. انت اكيد بتهزر. لا انا ما بهزرش يا فندم. انت مش واخد بالك ان احنا بنتعامل مع خبير تنكر من الدرجه الاولى؟ يعني لو نشرت الصور دي بكره الصبح اكمل يا ريس بعد اذن سعادتك. اصل واضح ان خالد بيه كان مستمتع هو كمان بالمغامره ومش مركز معانا. الرد ده فاتك. الصورة ديت لو ظهرت في أي جريدة أو شاشة فضائية يبقى حرقنا العفريت بتاعنا للأبد، لأنه هيقدر يمحي الملامح ديت بعد نص ساعة من النشر. أمال إحنا إيه لازمة كل الشغل اللي بنعمله ده يا فندم؟ عشان نجيب الأصل بتاع حرياتنا ونعرف العفريت ده جاب منين وإزاي وطلع من عيني فانوس. بصوا بقى كلموها كده نخشوها، حاولوا تطلعوا منها أي كلمتين أحسن. بحاول معاها من الصبح ما نطقتش ولا كلمة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الست الغريبه الكئيبه دي؟ انت مين يا ست؟ انا ما اعرفكيش على فكره. لو سمحتي بقى انا عايزه توحى، ممكن اعرف انت وديتي توحى فين؟ فضحتها يا ساره بايدي قدام الناس كلها. عمرك شفتي واحده بالغباوه دي؟ بس الناس ما تعرفش، الناس ما شافتش غير واحده فاكره بعينين بيكسه ووش مكشوف، لا تعرف حاجة اسمها شرف ولا كرامة ولا أصول. طب والله العظيم يا توحة، والله العظيم يا حبيبتي، إن الناس فرحانة كده وطايرة بيكي في السماء وبيقولوا عليك ست بميت راجل، وإن هي دي الوحيدة اللي خدت بطارنا وفشت غلنا كمان. ده بس عشان لسه سخنانين على المشايخ وشايطين عليهم، لكن بعد شوية هتروح السكرة وتيجي الفكرة ويبصولوا ويقولوا عليا. بس يا توحة بقى عشان خاطري ما تعمليش في نفسك كده، كفاية بقى. ايجي يا قبلة ايجي. والراجل، الراجل اللي كان بيحترمني ويقدرني مستعد يشيلني من العرض، شيل حياة
هيقول عليا ايه دلوقتي بعد اللي سابه ده؟ معلش يا طه بقى. وانت مين بقى يا شوقي عشان تنصب نفسك مكان ربنا وتحكم على الناس؟ خلاص بقيت بتحكم على الناس وافعالهم ونواياهم؟ تعرف ايه انت اللي جرالها عشان تحكم عليها؟ قضفت نفسك يعني من ذنوبك وبتحاسبها؟ طب على الاقل يا اخي هي اجدع منك. ايوه وقفت في وش الكل واعترفت بذنبها، لكن انت منافق وجبان. ايوه عايش في وسط الناس الاستاذ المحترم المتدين اللي مراته كانت نظره مدرسه قد الدنيا، طبعا بتتباهى بصورتك، ما تقدرش تنطق بكلمه واحده عن اي غلطه عملتها في حياتك. اضافت صورتك قدام الناس اهم عندك من اي حاجه في الدنيا، لكن هي غيرك خالص. يا ضحت بصورتها عشان تفش غلها وتاخد حقنا كلنا، مش حقها لوحدها، من كل الشياطين اللي ضحكوا علينا. ولا اي حاجه خالص. ولا حاجه يعني ايه؟ يعني زي ما سلوى قالت بالظبط، راجل ما فيش اي حاجه تتمسك عليه، نظيف شريف شاطر في شغله، مفيش أي مليم بيدخل جيبه غير من المعاش بتاعه في الداخلية أو نصيبه من المحلات بتاعة العطارة بتاعة أبوه. محلات دي مين اللي بيديرها؟ أخته شهيرة، بس شكلها كده بتديرها من بعيد لبعيد، يعني عشان ما بتخرجش كتير زي ما البواب قالك. وبيت الحسين؟ لا ده مقفول من ساعة ما ابنه مات، وأخته نقلت كل حياتها معاه عشان ما عندهاش غيره، وأرملة ما بتخلفش وإلى آخره. والبنوتة؟ فلة كما يقول الكتاب بالظبط، ملهاش اي علاقات خاصه بره الجامعه او النادي، هاديه مؤدبه خجوله. طب انا كده ما عنديش اي حاجه تخص الست كارما. وحياتك ولا انا، كل اللي اعرفه انها سابت البيت بعد ما الولد مات في يناير، انما عايشه ازاي راحت فين تعمل ايه ما عنديش اي فكره. طب ما ده حلو. هو ايه اللي حلو؟ حلو ده لما يبقى فيه سر مخبيه وراه، انما الوزاره والداخليه عارفين كلهم حكايه مراته دي، وهو مش مداري الموضوع ده عن حد. يعني حتى لو رجعت له مقفوشه في فضيحه ولا هتعره ولا تلزمه. بالظبط. طب انت مش شايفه انها حكايه غريبه شويه؟ موضوع طفشانها المفاجئ ده بعد ابنها ما مات، يعني ما هياش اول ولا اخر واحده ابنها يروح في الهوجه اللي احنا عايشينها دي. تقصد ايه؟ أقصد صحيلي هويدا. نعم وده وقته ده. بقول صحيلي هويدا. يلا. حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده؟ لا اله الا الله. فوقي يا بنتي فوقي. لا حول ولا قوة الا بالله فوقي. ميه طب على مهلك بس، على مهلك بس، على مهلك بس. قومي قومي معايا قومي. شد حيلك معايا شوية قومي قومي قومي. لا اله الا الله. تعالى خش 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 خش. على مهلك على مهلك. لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنتي كده بس في ايه؟ قشطة يا برنس. حصل. يعني اعمل ايه يا ناديه؟ ما انت عارفه اللي فيها، ما تغمنيش بقى. والله العظيم ما قصدي، اصل انا تعبت قوي لحد ما خدت الميعاد ده. هو ما ينفعش يعني تحاول يعني تاني انك تاجلي الميعاد لحد ما اشوف صرفه؟ ما هو لو حضرتك شايفه اللي انا شايفاه ما كنتش طلبت الطلب ده خالص، ده في ناس بايته هنا بقالهم 5 ايام. خلاص بقى، يبقى ما فيش نصيب. بصراحه انا اتشائمت من المشوار ده. بصي مدام بيسد كل شويه تبقى دي علامه ان ربنا مش رايد. بقول لك ايه، اقفلي دلوقتي عشان مين على الباب. ايوه هكلمك. يا عيني عليكي يا ست شهيره، حتى ما فيش شغاله تفتح لك الباب.
يا مؤاخذة استهان، لو كان راجل كنت فوقته بره. طب عني والله مش عارف مش عارف الدخله دي هتتحل والله. بس بس يا وائل الرحمن الرحيم. بسم الله. تعالي يا حبيبتي اقعدي يا حبيبتي هنا بالراحه يا ابني بالراحه اقعدي. روح خش خش جوه المطبخ هات كوبايه ميه بسكر بسرعه يلا. تي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشفي المعافي. ايه ده يا عمتو؟ مين دي؟ بنت زي القمر وقعت يا عيني في الشارع بس فهم لحقها وجابها عليا. ميه بسكر استنى. ميه بسكر ايه يا عم فهمي؟ مش المدفوق الاول؟ طب دي متشكره. روح روح انت يا فهمي روح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونور الذات والسر السري وسائر الاسماء والصفات وعلى اله. بسم الله. تسلم ايدك يا مريم. تسلم ايدك يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فين؟